فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إخوتي لا يصلون، فهل يجوز أن أجلس معهم وأن أسافر معهم وهم لا يصلون؟ لا، ما تجلس معهم. إذا كانوا يتعمدون ترك الصلاة ولا يقبلون النصيحة فلا تجالسهم ولا تسكن معهم، لا تسافر معهم. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.